السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. مفوضية الانتخابات تقيد سقف الإنفاق لمرشحي الانتخابات المحلية وتحذيرات من المال الخفي. أزمة المياه ظروف غير مسبوقة ورهان على تحلية مياه البحار لدرء العطش واحتواء الندرة. حياكم الله مع اقتراب الانتخابات المحلية العائدة من غياب لامس العقد من الزمن. وضعت مفوضية الانتخابات خطتها العملية لتنظيم الحملات الانتخابية وتحديد سقف الإنفاق لمرشحي الانتخابات في خطوة لتوفير بيئة انتخابية نظيفة تحجم دور المال الخفي الذي قد يقحم في الاستحقاق ويؤثر على الناخبين واتجاهات التصويت في المنافسة بين الكيانات السياسية حامية الوطيس وربما تسلك طرقا ملتوية. فهذه البنود التي ستدخل حيز التنفيذ مع ساعة الصفر لبدء الحملات الانتخابية ضرورية، وهي محاذير مبكرة حتى لا يحدث المال أو يحدث المال الأسود خدشا لبياض الانتخابات. أما في ملفنا الثاني لحصادنا في هذه الليلة، فبعد اشتداد أزمة المياه في العراق ووصولها إلى مقاييس تقرع جرس الإنذار فهي الأقل في التاريخ والشح كبير أيضا، تستعد الحكومة العراقية للبدء بمشروع تحلية مياه البحر كأحد رهانات الحلول الاستراتيجية بعيدا عن سياسة الابتزاز التي تمارس من الجارة الشمالية. فهذا المشروع الواعد والكبير قد رسمت ملامح البدء وهو في انتظار تقديم عطاءات الشركات وإطلاق التخصيصات المائية. هذين ملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا في هذه الليلة ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين في الاستوديو، الدكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنميه الاعلاميه والدكتور صفاء الموسوي عضو مفوضيه الانتخابات الاسبق. حياكم الله ضيوفا كرام. دكتور عدنان، تحدث من تحديد المفوضيه لسقف الانفاق للدعايه الانتخابيه. لاحظنا في الانتخابات التي سبقت اكثر من مره هناك إنفاق بحيث أنه يتم تصنيف المرشحين، مرشحي السبويس، مرشحي التبليط، مرشحي السلات الغذائية. اليوم لما يكون تحديد لسقف الإنفاق، هل من الممكن أن يتحقق الإنصاف بين المرشحين من جهة وتتلائم البيئة الانتخابية المحلية بالذات التي انتخابات المقبلة وراح تأخذ دورها في إعطاء أرقام حقيقية من الأصوات للمرشحين الذين يستحقون هذه الأصوات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك العزيز الدكتور الموسوي ومشاهديك الكرام. تقديري مسألة تحديد يعني الصرف أو تحديد الجنبة المالية في مسائل تتعلق بالحملات الانتخابية، يعني سبق أن قامت المفوضية بالعديد من التعليمات ولكن كانت تفتقد الإجراءات، وبالتالي أجد اليوم التعليمات ومسألة الأماني عند الجمهور بأن يحدد سقف المالي للناخب وللمرشح ولغيره، هذه أعتقد من الصعب جدا، لأنه المنظور في الشكل العام لا يعرف من أين تأتي هذه الأموال وكيف تصرف، وبالتالي ما هي العقوبات وكيف يعاقب النائب أو المرشح لهذه القضية بحيث يمكن أن تكون إجراءات رادعة، وما هي صلاحيات المفوضية العليا للانتخابات في حالة إذا اكتشفت، يعني هي تحرمه من الترشيح لكن الإجراءات القانونية تقول هات الدليل والإمكانيات والقدرات لصرف هؤلاء على حساب هؤلاء. لكن واقع الحال يقول بأن الأموال أمر مفروغ منه، لأنه الانتخابات في العراق بشكل عام يتداخل فيها المال السياسي بشكل قوي، قد يكون الآن مال السلطة قد ابتعدنا عنه بعض الشيء
لأنه الأحزاب والجهات السياسية تمركزت داخل السلطة وأصبح لديها إمكانيات مادية يعني وإمكانيات أخرى، ولكن هناك مال يأتي من الخارج وهو أضعاف مضاعفة لما يصرف من الداخل، وهذا أمر واضح جدا. تبدأ المزايدات وتبدأ مسألة شراء القوى والكتل السياسية من دون لها مصالح في العراق ولها نفوذ بأن تدخل في هذا المضمار. بالنسبة لمجالس المحافظات قد تكاد تكون الأمور هي بداية تمهيدية لعرض إمكانية هذه القوى تمهيدا لانتخابات مجلس النواب، فلذلك سيكون هناك تركيز أقل مما هو على مجلس النواب، لكن مع ذلك أقول أن الأموال ستأتي ولا يمكن للمفوضية أن تحسب هذه الأموال ولا يمكن أن تمنع هذه الأموال، لأن الإجراءات الحقيقية للدولة العراقية بشكل عام لإجراءات الحكومة بشكل عام للقوانين بشكل عام التي تمنع المال العام ومن أين لك هذا وكيف يصرف هذا المال، وبالتالي بالتأكيد سيكون هناك بون شاسع بين الذي يملك الأموال ويعني يستطيع أن يوزعها بشكل كثيف على جمهوره وأنصاره. يعني احنا لا ننظر إلى الصور، ترى هذه الصور والدعايات هذه ليس بالشيء الرئيسي، هذا تشكل 10% من فوز الناخب، إنما الواقع الحقيقي هو ما يجري من دفع أموال لمجاميع وجهاء، زعماء عشائر، زعماء جمعيات، مراكز إعلامية، أمور أخرى، هذه أموال تصرف ولا يمكن للمفوضية أن تسيطر على هذه الأموال أو تعلم بشكل عام كيف تصرف هذه الأموال وكيف تصل إلى هذه الجهات وكيف تدخل إلى العراق أصلا. يعني هذه هم نقطة مهمة جدا، هذه مسؤولية الحكومة ومسؤولية البنك المركزي ومسؤولية وزارة المالية ومسؤولية الدول الأخرى. يعني احنا مع الأسف الشديد الآن بدأنا نسيطر على المال العراقي والمنصات فتحناها منا ومنا حتى نحسب حسابات الدولار الصاعد والداخل، لكن من يريد أن يحول إلى العراق بأموال ضخمة، وإحنا شفناها يعني نواب، أنا سمعت من أحد النواب تم عرض مليونين دولار من أجل التصويت لصالح شخص معين في مسألة الانتخابات الماضية، بل كانت هناك المزايدة إلى أكثر من 3 ملايين و4 ملايين. فإذا تصورنا هذه الملايين تصرف على نائب واحد لشراء صوته، فما بالك بالملايين الأخرى لشراء أصوات آخرين وشراء أصوات الناخبين. هذا الأمر علينا أن نتخذ بشكل واضح، لا بد أن يكون لدينا رؤية واضحة قانونية حتى نستطيع أن نقول أن الفوضية أو إجراءات فعلية تدعمها الدولة بحيث تدعم الفوضية وتدعم قراراتها بحيث يكون هناك فعلا هذا القرار قرارنا. فذلك أنا أصور هذا قرار تجميلي لا يمكن أن يطبق بشكل كامل، إنما هو سيطبق على بعض الناس الذين يمكن أو لا يطبقهم، حتى لو طبق سيكون بشكل طيب. يعني هذه النقاط الإشكالية تثير حضرتك دكتور عدنان، خلينا أنتقل إلى الدكتور صفاء الموسوي. أستاذ صفاء، شنو هي تطبيق مقرراتها بشأن الحملات الانتخابية وما هي الصعوبات اللي راح تواجهها تجاه هذه الإشكالات اللي يفصلها الدكتور عدنان السراج؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكرا لكم على هذه الاستضافة، تحياتي لكم وللضيف الكريم وكذلك للمشاهدين. طبعا لك كل التحايا. التحديد يعني بداية خلي يعني نذكر بأنه أصلا تحديد المفوضة لسقف إنفاق انتخابي هو من ناحية المبدأ شيء حسن، باعتبار أنه قضية دخول الانتخابات يجب أن يكون جميع المرشحين على خط شروع واحد، حتى يعني كما نقرب المعنى بأن تكون البيئة الانتخابية واحدة بالنسبة للجميع، هذا من حيث المبدأ. لكن في الحقيقة قضية الانفاق الانتخابي هي قضية عانت منها المفوضية على مدى العقدين السابقين. طبعا حاولنا أن نضع في عام 2013 ووضعنا طبعا نظام خاص للانفاق الانتخابي، هذا النظام الخاص هو يحدد يعني سقف الانفاق لكل حزب بناء على عدد المرشحين المقدمين، ولكن هو طبعا كان يحتاج تعاون من قبل المصارف، لأنه عملية التعاطي بالنسبة للأموال وتسديدها يجب أن تكون حصرا عن طريق المصارف وفق هذا النظام طبعا، وكذلك يعني الانفاق في الحملة الانتخابية يعني قيمة الانفاق كيف يكون، يجب أن يكون كله وفق حسابات مصرفية. ما أخفيك هذه القضية هي كانت في حينها ولا تزال يعني صعبة، لأنه بعض يعني الأحزاب يا أما أنه حسب يعني التفاصيل اللي كانت سابقة وفق يعني القانون السابق قبل أن يقرر القانون رقم 15
قانون رقم 36 لسنة 2015 أكو فد تداخلات صعبة حالة دون، لكن قضية الإنفاق بشكل عام أو المال الذي ينفق في الانتخابات هو ليس بعيدا عن قضية أساسية موجودة ويعاني منها العراقي، قضية الفساد بشكل عام، سواء كان الفساد الإداري أو الفساد في باقي يعني القطاعات اللي موجودة عندنا، والتي هي حقيقة توجد أكثر من هيئة، من هيئة النزاهة وأمثالها إضافة إلى القضاء من أجل متابعة كل هذه الأمور. لكن نجد أنه هذه القضية ولظروف ذاتية وموضوعية محلية وإقليمية لا تزال هي حقيقة مستفحلة ولا يزال يعاني منها العراق. الأموال التي تدخل سواء كانت من الخارج أو الأموال التي تستنزف نتيجة استنزاف موارد الدولة بالداخل تلعب دورا أساسيا في العملية الانتخابية. المفوضية لوحدها لا تستطيع أن تراقب وأن تتخذ قرارات دون أن يكون لديها دعم من باقي الوزارات ومن القضاء، لأنه الموضوع مثل ما يعني يعرف الجميع هناك كثير من الأنشطة التي يقوم بها النواب من قبيل أنه هي حقيقة حتى ليست يعني من اختصاص مثلا عضو مجلس النواب قضية تبليط شوارع أو غيرها، وحتى عضو مجلس المحافظة الآن بأن يقوم بأنشطة أخرى، لأنه حتى قانون الانتخاب يجرم هذه الأفعال ويعتبرها هي مخلة. سابقا احنا وفق النظام السابق يعني نظام رقم 97 اللي هو كان قانون الاحزاب السابق يعني كان للمفوضيه صلاحيات كبيره، كنا نلغي المصادقه على الكيان يعني نسحب منه المصادقه وبالتالي لا يحق له المشاركه، كذلك فرض الجزاءات الماليه، ولكن كما ذكرت لكم بانه هذه القضايا لوحدها سوف لا تكون رادعه اذا لم يكن هناك تفاعل من باقي الوزارات، طبعا بداية الحكومة والوزارات الساندة لعمل المفوضية من أجل أن تقوم بعملها، ولا تزال ولا يزال طبعا إضافة إلى المسؤولية المجتمعية. المسؤولية المجتمعية يعني اللي هو الناخبين وباقي الفعاليات الاجتماعية من منظمات مجتمع مدني وغيرها أيضا يجب أن يعني تساهم في هذا الجهد، لأن هذا الجهد وجهد اجتماعي ضخم جدا بضخامة العملية الانتخابية. نأمل أن تكون هناك يعني بدايات أخرى جديدة من خلال جهد الحكومة الحالي من أجل تطويق مثل هذه المحاولات، لأن أعتقد حتى السيد رئيس مجلس الوزراء اجتمع مع المفوضية، كذلك اجتمع مع بقية المؤسسات من أجل إحكام وإنجاح العملية الانتخابية، وأن لا تكون فيها يعني هفوات وأن لا تكون فيها مخالفات كبيرة. المفوضية تستطيع وفق القانون الحالي للقانون الانتخابي أقصد وكذلك قانون الأحزاب أن تحاسب وتسائل أي حزب أو أي مرشح توجد هناك علامات استفهام على أدائه أو من ناحية التضخم في أمواله أو على الأقل الأموال التي تصرف أثناء عملية الدعاية الانتخابية، وممكن أيضا أن تدعم جهودها من خلال هيئة النزاهة ومن خلال القضاء لمساءلة يعني أي مرشح أو أي حزب تثبت أنه لديه مخالفات صريحة في هذا المجال. نعم دكتور عدنان، الدكتور الموسوي يتفق معك في بعض الجزئيات ويختلف في الجزئيات الأخرى، ولكن نتحدث عن المهمة الأصعب اللي اتفقتوا عليه حضراتكم، أنه شلون يتم السيطرة على هذا الإنفاق اللي سميتوه غير المرئي اللي يتخذ أشكال ولائم وعزائم ومشاريع تبليط وسبيس وسلات غذائية ومشاكل هذه يعني ما إذا وهاي المشروع بصراحة وهذا الموضوع ما غاب عن أي انتخابات لا برلمانية ولا محلية سابقة، إذا شلون راح يكون حاضر ومدى فاعليته في الانتخابات المقبلة وسط هذا التحديد في سقف الإنفاق؟ أستاذ أحمد خلينا نكون موضوعيين أكثر، وإحنا لسنا أول تجربة تجري انتخابات في العالم. العالم اللي هو تجري فيه الانتخابات يلعب المال دور كبير، ليس في العراق فحسب، حتى في أمريكا المال يلعب دور كبير، ثم أن هناك قوى كبيرة وهناك قوى صغيرة، هناك قوى فاعلة وهناك قوى نافذة، هؤلاء يملكون قسم من الأموال، يملكون علاقات، تجيهم أموال من الخارج من الداخل. فلذلك احنا لا نصير مثل النعامة اللي نطم راسه والجسم مبين لي فوق ونقول والله المفوضية أعطت هذا القرار وخلص علينا نمشي به، حددت، هذا مو صحيح. الصحيح الحقيقي أنه أنت تتعامل مع الانتخابات بموضوعية كاملة. أولا المرشحون هم
مرشحون احزاب وقوى سياسيه انت قبلت بها ضمن الشروط اللي موجوده، وهؤلاء سيتحركون ضمن هذه الاليات. اثنين، المال هو الجزء المحرك لنجاح هؤلاء من فشلهم. انا شو اسوي؟ دول العالم، خلينا ناخذ مثلا امريكا. امريكا اليوم من يجي اي واحد مرشح سواء كان عضو كونغرس او رئيس جمهوريه او اي منصب اخر في جانب انتخابي، يفتح حساب. هذا الحساب هو حساب للمتبرعين، حساب للذين يضعون اموال لدعم هذا المرشح على حساب الواقع الموجود، وبالتالي هذه المال عندما يضع مهما يكون حجمه، نعم قد يحدد القيمه الرئيسيه به، لكن هذا المال ايضا في الولايات المتحده الامريكيه معفي من الضريبه اصلا. في بعض الدول لا، مثل فرنسا تفرض ضرائب معينه على المتبرعين، شركات، مؤسسات، افراد، وبالتالي يصبح المال معلوم. من هنا تبدا المصارف عملها، اليوم العمل من الفوضيه يتم من خلال المصارف، من خلال حساب المرشح الفلاني او القوى الفلانيه هذا، وينزل المال الحساب ويسجل ويعمم. مثلا في امريكا اليوم من ينزل ترامب او اي مسؤول او اي مرشح كونغرس، احد المرشحين لرئاسه الجمهوريه جمع حوالي بال 500 مليون دولار ورفض البقيه، حتى هو يختار الاسماء اللي يريد تتبرع. وكذلك بقية الأعضاء الصغار يجمعون مبالغ ويصلون إلى حد يرفضونها ويستعملون الموجود. فإذا كان الصور اليوم إذا تتعامل مع قضية المال هو المحرك لها، وقوة سياسية تملك تقول أنا عندي إمكانيات وعندي قدرات ليش منعني، وبالتالي إذا تتحددني أنا حالي حال أي جزء نزل للساحة وما يملك مال ويعتبر نفسه راح يحقق شيء، هذا في النوع من لذلك أنا أتصور حركة أي يحتاج مال، ولكن ليس بالمال اللي يشترى به الذمم، وليس بالمال الذي يكون على حساب الآخرين، وليس بالمال اللي يبتز به، وليس بالمال الذي يمكن أن يعني يغش به الأفراد، هذا مرفوض. والفوضية تركز على هذه الأمور، تركز على الناخب كيف ينتخب وكيف يمكن خلي يصرف عليه فلوس الناخب، ولكن هل فعلا هذا الناخب يعني جاء بطريقة سليمة وصحيحة واختار خيارات صحيحة؟ هنا تجي دور طبيعة الحريات وطبيعة المفوضية شلون تتعامل ويا الأحداث بشكل صحيح. أما أن نتعامل بشكل لا والله فلوس وحدد الفلوس وخلي هذا اللي ما عنده فلوس، هذا مستحيلة، هاي عمل من سابع المستحيلات. حتى لو كان ولحد هذه الدقيقة ما شفنا مفوضية اتخذت إجراءات. إحنا في انتخابات معينة شفنا ناس توزع قيعان وصورت صور هذا الناخب يوزع أراضي، ما سويت شيء المفوضية، راح صار نائب، صار نائب 4 سنين قضاها نائب. زين وشفنا ناس يوزعون اشكال من البطانيات والاشياء اللي تهين كرامه الانسان وتهين كرامه الناخب، ويستغل، وبالتالي لن ترفع شيء المفوضية مع وجود افلام مع وجود اشياء اخرى. خلينا نكون صريحين، انت ما يصير تجي تعامل القضيه بهذا الشكل، لا افسح المجال. هاي الديمقراطيات في العالم وهاي الانتخابات في العالم، شوف شلون تجي الفلوس ومين تجي وشلون تنصرف، مو عمليه يعني احتاج لها فد ذكاء يعني كبير. اما انت لا والله وانا احدد راح اجري لا فوضيه، ولا اي جهه تستطيع ان تحدد المال السياسي، مستحيل. من سابق لحد هذه الدقيقه مظاهرات تقاد بتشرين وغير تشرين، ملايين دخلت حركت شارع، حرقت شوارع، منو قدر يضبط المال اللي طاب وطالع؟ احنا في يوم ما جلسنا في دائره معينه من دائرات الاستخبارات المعينه، قالوا اليوم في اليوم الواحد دخل عن طريق الصيرفة 170,000 دولار في يوم واحد في الساعة اللي احنا بيها. قال كنتم تعلمون بها؟ قال نعلم بها، راحوا يسبوهم. زين قال لا شلون نقدر، هاي اشياء شخصية وماكو قانون يمنع. فلذلك انا اتصور اليوم العراق النظام المصرفي مالته وطريقة تحويل الاموال وغيرها وغيرها مخترقة، سفارات تطبب الاموال بالجنط وتوزع بالكاش ويفترون يوزعوها بالكاش، هاي من تجيهم الاموال بالكاش؟ توزع دولارات وغير دولارات. عموما هذا في التظاهرات وفي يعني اجراءات اخرى ومحلات صيرفه وغيرها. حبيبي الان اي انسان يملك مال يستطيع ان يحرك الشارع، اقول لك بكل صراحه، وهذا ما شفناه. لكن انا اقول اذا احنا نريد نقول احنا عندنا تجربه ديمقراطيه اسمها الانتخابات، وهاي التجربه احنا خلينا نفتخر بها، والحمد لله والشكر لحد الان هي تعتبر فد معيار لوصول السلطة بالتزوير بغير شكل، ولكن هي معيار للتبادل السلمي للسلطة، هي معيار لتأسيس مجالس محافظات ينص عليها الدستور مع فشل التجربة السابقة. لكن مع ذلك أقول تنظيم المال العام لا يتم بهذه الطريقة. أنا أقولها والأستاذ صفاء، دكتور صفاء يعلم جيدا، المفوضية لا تملك أي قدرة على أن تتخذ عقوبات بسيطة تجميلية يعني ولا تنفذ يعني. والله أنا دكتور يعني أنا دورتي أنا اشتغلت بالانتخابات
ما حسيت انه المفوضيه انه اتخذت في قرارات حاسمه بحيث ترجع. طيب هاي الجزئيه خل اعكسها دكتور صفاء، ويعني كلامك تفضل بيه دكتور عدنان، يعني ذكرني بنظريه ابن اخت فرويد عالم النفس، يقول انه الصاله او المطبخ السياسي يتالف من صاحب المال والسياسي والاعلامي. اذا هذه الثلاثيه واللي يحركهم هو عالم النفس. اذا كانت هنالك اشكالات حول هذه الضابطه دكتور صفاء، بس مو الاعلام احنا بالايام يعني الله يخليك العقوبات يعني المفروض دكتور صفاء يخاف ينزمن ازمع لا لا اقصد حضرتك عندك مركز اعلامي يعني العقوبات المفروضه اللي يتحدث عنها الدكتور عدنان السراج دكتور صفاء، شو راح تفرض على المرشحين او على التحالفات السياسيه اللي راح تخالف شروط الانفاق الانتخابي؟ هل هي رادعه ام دون المستوى كما يشير اليها الدكتور السراج؟ نعم، يعني انا ذكرت بحديثي في البدايه بانه القوانين التي كانت يستند لها مجلس المفوضين خلال دورات خصوصا من عام 2004 الاوامر 92 و97، الامر 97 تحديدا اللي هو قانون الاحزاب، كانت لدى المفوضيه صلاحيات اوسع من قانون الاحزاب اللي صدر في عام 2015. لان حضرتك انت تعرف احنا يعني ك مفوضية يجب أن يستند عملنا للقانون، لا يمكن أن نتخذ إجراء ليس له سند قانوني، سواء كان في قانون المفوضية أو سواء كان في القوانين العراقية الأخرى النافذة مثل قانون العقوبات العراقي وغيره من القوانين. هذا واحد. اثنين، قرارات مجلس المفوضين جميعها هي قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات التي تشكل مع كل عملية انتخابية، وحقيقة الهيئة القضائية للانتخابات قد يكون أحيانا لها رأي يخالف رأي مجلس المفوضين فتقوم بنقض قراره. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أنا ذكرت الأساس في هذا الموضوع أنه المفوضية هي تعمل ضمن يعني الدولة، وبالتالي يجب أن يكون لها دعم. أعتقد الحديث اللي يعني تم التطرق إلى عن المشكل الحالي ما يتعلق بقضية الدولار والمصرف والنظام المصرف العراقي بشكل عام، وأعتقد أن هذه القضية هي فيها الكثير من الملابسات. لذلك نعم، من الصعب جدا أنه عندما نأتي ويعني نطلب من المفوضية أن تضبط إيقاع مشكلة هي تقريبا مشكلة مستدامة، يعني لا توجد حلول الآن خلينا نقول مقبولة لما يجري. تلاحظ حضرتك حتى قضية الدولار، هناك سعر رسمي للدولار ولكن هناك سعر آخر موازي. لذلك إجراءات المفوضية عندما تتخذ، نعم أنا أتفق بأنه حتى العقوبات الموجودة في القانون الانتخابي هي عقوبات خجولة، لأنه أنت أحيانا حتى عندما تفرض ال 25 مليون كغرامة أو حتى ال 50 مليون هي شنو قيمة تجاه هذه يعني الجهات التي ربما تملك يعني الكثير من الموارد، وبالتالي تعتبر هذه الموضوع يعني سهل بالنسبة لها. نعم أنا أقول لك كانت توجد عقوبة سحب المصادقة من الحزب السياسي، هي عقوبة جدا أعتقد قوية وربما تكون رادعة، لكن مثل ما تعرف المفوضية لا يمكن اليوم أن تستند إلى يعني أن تتخذ أي إجراء عقابي إلا أن يكون له سند قانوني، لأن القانون الحالي هو يعني تبدل قانون الأحزاب أقصد. بالتالي هذه العملية أنا أعتقد هي عملية يعني صعبة وشاقة، ولكن المفوضية يجب عليها باعتبارها هي المسؤولة عن إجراء العملية الانتخابية وأن توفر كل أسباب النزاهة أن يعني تفرض هذه التعليمات وتعمل على تطبيقها. هسه قد يكون هناك تعويق للعمل، قد يكون هناك أحيانا بعض القضايا الأخرى المفوضية عندما تؤشر مثل هذا الخلل وتتخذ بالإجراء التحقيقي عندها صلاحية تتخذ الإجراء العقابي، ما عندها صلاحية تحيل إلى القضاء، وبالتالي القضاء هو المسؤول عنه. وأنا أؤكد على أنه العملية يعني بالتالي ربما سوف لا تغطي جميع هذه الخروقات، لأنه مثل ما نعرف أنه المشاكل الأخرى هي مشاكل لا تخص الانتخابات وإنما تخص النظام المصرفي، تخص النظام الحزبي الموجود بشكل عام. هذه القضية يعني ليست سهلة، ولكن
إذا كانت ليست سهلة ليس معناه أنه أن تترك، يجب أن يكون لها ضوابط معينة في هذا المجال. وهنا أيضا ندعو بقية الجهات مثل هيئة النزاهة، مثل القضاء، أيضا أن يكون شريكا للمفوضية في دعمها من أجل أن يعني تستكمل جميع إجراءاتها. النظام رقم 1 لسنة 2013، احنا هسه 2023، يعني هذا النظام صدرناه في عام 2013 اللي هو نظام الإنفاق الانتخابي، يلزم جميع الأحزاب بأن تكون لديها حسابات مصرفية وأن لا يتم الصرف إلا عن طريق الحسابات المصرفية. اتعذر بذاك الوقت تطبيقه من بعض المصارف. أنا أعتقد حتى السناد أن القانون للأحزاب اللي صدر في عام 2015 جميع الأحزاب يجب أن تكون يعني تحت نظر القانون في قضية الأموال، حساباتها المصرفية، المنح التي تأتيها من الداخل والخارج وما إلى ذلك. ولكن كما ذكرت وجود بعض المشاكل بشكل عام، قضية الفساد هي قضية لا تخص فقط الانتخابات، تخص يعني الجو العام في العراق، والحكومة تحاول جاهدة أن يعني تحد من هذه الظاهرة، ولكن وجود الاختراقات وكذلك وجود يعني الضعف في بعض الجوانب ربما هو الذي يعيق من هذا الأمر. نعم دكتور عدنان، يعني لما يكون المبلغ المقرر بين المرشح المنفرد والمرشح عن التحالف يحقق بيئة منافسة عادلة برأيك؟ يعني خلي بشكل عام أخي العزيز، احنا اليوم يعني مع احترامنا وجل احترامنا للمفوضية العليا للانتخابات، وهي قاعد تقوم بجهود كبيرة من أجل تثبيت أسس الديمقراطية في البلد، لكن خلينا نتكلم بشفافية أكثر ونقول اليوم المفوضية ليس من حقها أن تحدد إنفاق الناخب، لأنه كل ناخب يتمتع بخصال وإمكانيات هي منافسة ينافس الآخرين، فجملة من المنافسات هو علميته وجاهته قدرته إمكانيته، هاي من يحددها؟ هنا لا يجب المفوضية أن تحدد قابليات وقدرات من تقبل عليهم من الناخبين، مو تجي على فلوس. إذا كانت هذه القدرات توافق على هذه المواصفات للناخب، مو فقط رشحها الحزب خلاص قبلت به، أو دز المساله والعداله ودز الجنائيه ودز ما ادري وين، والله خلاص هذا صار عندي مزكى. لا، مو هالطريقه، اكثر من ذلك. اذا دخلت اكثر ولو ما اعرف انا قانونها يسمح بذلك، عليها ان يكون الناخب بشكل مؤهل ان يخوض هاي المنافسه. اما الفلوس، قضيه الفلوس يجب ان يحاسب بالمال من اين اتى، مو يحاسب صرف الفلوس. اما اذا ناس عندهم امكانيات عندهم مصرف والمصرف بفلوس واكو متفرعين واكو كذا وهذول اسامي كلهم معروفه ويبدي يصرف، هذا جزء من المنافسه، جزء من الشطاره، وبالتالي هو يستطيع ان ينافس الاخرين اذا كانت امكانياته اللي حددتها المفوضيه امكانيات جيده، يستطيع ان يقوم بهذا الدور كعضو لمجلس محافظه او يتحول الى محافظ ويصرف المال مثل ما يستطيع، وهذا جزء من المنافسه. المنافسة الشريفة المبنية على أسس قانونية ومبنية على يعني توجهات واضحة والتقيد بالقوانين. سيدي العزيز، يعلم الدكتور صفاء احنا عندنا قوانين جمة في مسألة المال، يعني من أين لك هذا المال اللي هو يأتي، عندنا قوانين عديدة في قانون العقوبات، في النزاهة، قوانين عندنا، يعني تستطيع المفوضية تستعين بالعديد من القوانين لو أحيل هذا الشخص بمعنى أنه جاب أموال وبدأ يصرفها، العديد من القوانين، يعني العقوبات موجودة وعقوبات كبيرة على اللي يهرب المال العام ولتبييض الأموال وغيرها وغيرها الأمور الأخرى، بس أنا ما أعرف تفاصيلها ليس خبيرا بها، ولكن واقع الحال هو هذا. تستطيع أصلا تستعين بهذه القوانين، لكن خلينا نتكلم على أساس طبيعة الانتخابات تعتمد على المال، ولكن يجب أن يكون هذا المال معروف ويجب أن يتجه الفوضية، يجب أن تركز على الناخب، تركز على طبيعة المرشح شلون يشترك، تركز على انه يترك حرية المرشح. اليوم خلينا نتكلم بصراحة، في بعض المناطق احنا في يوم ما هسه ما ادري هاي مقترحاتنا نوبات ما اعرف الجماعة يصوروها غير قابلة للتطبيق. مثلا بالسويد في بريطانيا، انت تروح تنتخب مو شرط بمنطقتك، انت خلال فترة اسبوع اربعة ايام خمسة ايام اكو موجودة مراكز في المولات في كل مكان، حتى بالشوارع بالساحات العامة، وين ما تشوف تذب البطاقة مالتك. احنا الان الاحزاب والجماعات المسيطره على المناطق، منطقه معينه محسوبه للجهه الفلانيه، ابن اخته اللي يروح يقدر ينتخب غير مكان بين تهديد سلاح وبين امور اخرى. ليش ما تسمح له انه ينتقل، تسمح للناخب حريه الانتخاب
بحيث يختار دون ضغوطات شخصية ودون ضغوطات عامة، ينتخب بقناعته. ليش ما وزعها؟ ليش المفوضية لحد هذه الدقيقة لن تستطع أن تفتح مثل هكذا مراكز مختلفة بحيث يستطيع الناخب في أي مكان يروح ينتخب؟ ما قدرت. تدور على المال العام، تدور والله ايش قد تصرف فلوس. أنا أقول أشياء أكو آليات للمفوضية، تباوع الدول العالم شلون يشتغل بالانتخابات، شلون وصلوا شلون تطوروا، حتى نستطيع أن نضمن حرية الناخب، حرية الناخب، ونوفر حرية المرشح أيضا في نفس الوقت. هذه مقرونة بمسألة المال، من أين هذا المال، شلون نسبته، وبالتالي حرية الإنسان. فتحت باب فتح حساب، خلي يروح يصرف ينافس، وهي منافسة شريفة. اللي ما عنده قدرة، لا عنده قدرة مالية يجمع مال، ولا عنده قدرة اجتماعية، ولا عنده قدرة كذا، جاء شكو ينافس تحت، جاي ينافس بس جماعة حزبية دعموه، يلا امشي أو عشيرة دعمته. نعم دكتور بالتأكيد. هذه هنا راح يصير عندنا غبن كبير في أنه الشعب راح ينتخب ناس مع الأسف الشديد تم يعني انتخابهم بطريقة ما. احنا شفنا في اماكن، وهي شفناها احنا عشناها، وهي طبعا تجربه احنا ما نريد نقهر منها، لا بالعكس، احنا نقول احنا الحمد لله بنشخصها وبنعمل بيها وبنقول بيها. واكو اقتراحات عديده، يعني انا شفت ناس، انا نوفست في منطقه معينه، هي منطقتي مسقط راسي اصلا. نعم. نوفست من شخص معين، مجرد انه كان بيده 400 تعيين بجهاز معين بالدوله. نعم. وباعها 400، انتصر علي وفاز علي، وانا انسان ما اخلاقي ما تسمح انه اشتري الناس بهالطريقه هاي، مع انه عرض هذه المساله، اخلاقي ما تسمح انه انا افوز بهالطريقه. نعم. انا اريد افوز، الناس تعرفني كعدنان السراج مرشح دوله القانون، وتعرفني باخلاقي، وتعرفني بسيرتي، وتعرفني بعملي. هاي طبعا ما احكي لك لانه انا، لا بس هي كتجربه واقعيه، كتجربه يعني أو وفعلا انا عرض علي صدقا، عرض علي اموال، وعرض علي شراء، وعرض علي، وهناك شهود موجودين بهاي العمليه. نعم. اشكرك شكرا جزيلا دكتور عدنان السراج، رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، أثريت الحوار، والشكر الكثير لجنابك الدكتور صفاء الموسى وعضو مفوضية الانتخابات الأسبق. ونتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. أزمة المياه ظروف غير مسبوقة ورهان على تحلية مياه البحار لدرء العطش واحتواء الندرة. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريم في هذا الملف، الأستاذ علي راضي متحدث باسم وزارة الموارد المائية، ضيفا كريما في الأستوديو. أستاذ علي حياك الله، تحلية مياه البحر هذا المشروع والحديث الجديد، وهو مقترح قديم، ولكن وصلنا لهذه النقطة التي لابد منها في التفكير بهذا المقترح بصورة فعلية، واعتبار الأمر معالجة ضرورية واستراتيجية وليس مسألة ثانوية. كيف تنظر وزارة الموارد المائية إلى هذا المشروع؟ نعم، شكرا جزيلا سيدي، وشكرا لهذه الاستضافة الكريمة ولقناتكم الكريمة. حقيقة احنا يعني ما نعاني، او ما يعني يعاني العراق بشكل عام، من موضوع الشحة المائية وقلة الإيرادات المائية وانخفاض الخزين المائي بنسبة كبيرة، وما أشر في هذا الموسم ونتيجة لتكرار المواسم الشحيحة، وكما ذكرت ما أشر لهذا الموسم هو يعتبر الأسوأ من ناحية قلة الإيرادات المائية وحجم الخزين المائي. ولكن وزارة الموارد المائية حقيقة تضع دائما الخطط، سواء بالإطلاقات المائية وبإدارة توزيعات المياه، بما يخفف آثار هذه الشحة المائية، والحمد لله ماضين بهذا الموضوع. أما ما يتعلق في موضوع تحلية مياه البحر، حقيقة هنالك عدة أمور يجب أن نضع يدنا عليها بشكل مباشر. اليوم إحنا عملية الاعتماد على المياه التقليدية اللي هي المياه السطحية في نهري دجلة والفرات بشكل مطلق، بالتأكيد أيضا هذا موضوع غير صحيح. اليوم لازم نفكر ببدائل تخفف أو تقلل من الضغط على هذه المياه السطحية.
سواء باستخدام المياه الجوفية أو بمعالجة مياه الصرف الصحي أو بمعالجة مياه المباسل. أحد هذه الحلول اللي تعتبرها وزارة الموارد المائية ناجحة ومؤثرة وهنالك تجارب عديدة في كثير من الدول العالم هو موضوع تحلية مياه البحر، باعتبار أنه هذه المياه هي مصادر متوفرة حقيقة، وهنالك أيضا تقنيات وتطور حديث كبير جدا في هذا المجال راح يوفر لنا تأمين المياه الصالحة للشرب وكذلك المياه ممكن أن الاستخدامات الأخرى، وما يحقق من بنية تحتية حقيقة توفر المياه لكثير من المحافظات. وأعتقد هنالك تجارب كثيرة لبعض الدول لا تتوفر بها المياه العذبة وإنما الاعتماد بشكل كبير على المياه البحر وهي المياه المالحة، وما توفره هذه المشاريع من تشغيل الآلاف من الأيدي العاملة. إذن هذا الموضوع، نعم هذا الموضوع قد يكون هو ما مرتبط وليست من مسؤولية وزارة الموارد المائية مباشرة، قد يكون هو من مسؤولية جهات قطاعية أخرى مثلا وزارة البلديات أو الحكومات في المحافظات، وهو من المشاريع الاستراتيجية المهمة اللي تبنته الحكومة المركزية من بداية تشكيلها، باعتبار أنه هي شخصت محاور عديدة ومنها هذا المحور من الأمور المهمة التي يجب أن أستاذ علي اسمح لي أن أذهب إلى البصرة وينضم معنا عبر الهاتف السيد حسن النجار معاون محافظ البصرة. السيد حسن حياك الله. والأستاذ علي راضي يشير إلى مشروع تحلية مياه البحر وإلى عزم الحكومة المركزية، خلينا نشوف الحكومة المحلية شنو دورها لما نتحدث عن إنشاء محطة لتحلية مياه البحر، شنو طبيعة الفوائد المتوقعة من هذا المشروع وكم ستوفر من كميات المياه، وهذه مياه الاستخدام البشري فقط لو راح تتعدى للزراعة وما إلى ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. بما مشروع كما تعلمون ويعلم الضيف الكريم ان مصر عانت من سنوات من قضية الدفاع، يعني بالمجموعة وكذلك كانت كذلك المياه شط العرب هي عبارة عن مياه جديدة فعولجت بمعالجات كلها كانت معالجات ترفيهيه المشروع المحلي هنا ما يتعلق من تعلق المحلية تأتيح المشروع الكبير ويمكن أن عنده فخم اللي هو مشروع مثالي وإعاد في أعمال أستاذ حسن إذا سمحت لي أذهب إلى أستاذ علي راضي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية بما تفضلت به.
أستاذ حسن، يعني مجلس الوزراء بالإضافة لما تفضل به السيد معاون محافظ البصرة، مجلس الوزراء نقل هذا المشروع من وزارة الإعمار والإسكان إلى الحكومة المحلية. بهذه الحالة برأيك إيش راح يضيف هذا التغيير من إشراف وتحكم؟ نعم، شكرا سيدي. أنا حقيقة يعني ما كان الصوت واضح، ما كان يعني واضح بالدرجة يعني جدا، ما قدرت يعني صحيح أعرف ما طرح من قبل الأستاذ حسن حقيقة، ولكن يعني أعتقد أنه موضوع مشروع تحلية مياه البحر، وأنا كما أشرت بالبداية هو من مسؤولية جهات قطاعية أخرى وليست وزارة الموارد المائية، لكن وزارة الموارد المائية باعتبارها هي الوزارة المسؤولة عن إدارة المياه الخام بشكل عام، يهمها مثل هيك مشاريع وتدعم مثل هكذا مشاريع خصوصا في هذه الظروف الصعبة، ولتأمين المياه الصالحة للشرب أو للاستخدامات الأخرى أو ما يعني يحقق هذا المشروع من فوائد كثيرة أخرى، سواء لمحافظة البصرة اللي عانت كثيرا وللمحافظات الأخرى. احنا نعرف دائما المحافظات الجنوبية باعتبارها محافظات ذنائب الأنهر، سواء البصرة، ميسان، ذي قار، السماوة، عادة ما تكون هي أكثر تأثرا من غيرها من المحافظات بالتجاوزات اللي تحصل على المياه بشكل عام، ولذلك كما ونوعا كمية المياه تصل بشكل قليل، وأيضا نوعية المياه نوعية غير جيدة. لهذا احنا اليوم نسعى إلى ضمان وصول المياه كما ونوعا إلى تلك المحافظات، ولكن تبقى موضوع تحلية مياه البحر هي أحد المشاريع المهمة في هذا المجال. أما من هي الجهة المسؤولة عن إنشاء هذه المشاريع؟ فبالتأكيد إحنا اليوم الحكومات المحلية في المحافظات هي في تماس مباشر مع الحاجة الفعلية في المحافظة، لذلك إحنا اليوم أعتقد هي الداعمة الأكبر لمثل هكذا مشاريع. هذه المشاريع مهمة جدا، وأنا كما أشرت بالبداية وأعتقد أيضا كما أشار الأستاذ حسن هنالك تجارب لكثير من الدول المجاورة من الدول الخليجية، مشاريع تحلية مياه البحر من المشاريع الناجحة، واليوم تطورت هذه التقنيات بشكل كبير جدا. لذلك اليوم من هي الجهة المسؤولة عن تبني مثل هكذا مشاريع؟ هذا بالتأكيد هي رؤية للحكومة، ونحن نعمل وفق هذه الرؤية سواء كانت الحكومات المحلية أو جهات أخرى. بالتأكيد يجب على الجميع وبما فيهم وزارة الموارد المائية أن تعمل من أجل تذليل كل العقبات وتسهيل كل ما يمكن تسهيله لإنجاح مثل هكذا مشاريع. نعم أستاذ حسن، إذا لازلت حضرتك على الهاتف، بالنسبة لموضوع الطاقة الكهربائية وتشغيل هاي المحطة، هي أعمق من أزمة تحلية المياه، شلون راح يتم توفير هاي الطاقة؟ وأنا أيضا محكوم بوقت أستاذ حسن، يعني أنا عندي أنا فقط تحدث. نعم بس اسمح تفضل. أول مرة وزارة الموارد المائية قضائية مكلفة قضية يعني متابعة مشروع تحلية مياه البحر، وإنما كان المشروع مناط بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وهذا المشروع لم يرى النور منذ 2013 بأحسن الأحوال وإلى يومنا هذا. في هذه الموازنة 2020 والموازنات التي تليها 24-25 تحول المشروع من مشروع وزاري إلى مشروع محلي، وكل أسبوع السيد رئيس الوزراء عقد اجتماع وزير الإعمار والإسكان وشدد على الإصرار في تحويل هذا المشروع إلى الحكومة المحلية، وكان يعني حقيقة أن هذا المشروع سيرى النور وسيكتمل. أما سؤالكم يا عزيزي فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية وتوفير الكهرباء وما إلى ذلك، هناك دراسة قدمت من شركة، أنا ما نذكر الشركة يعني حتى لا يصير لنا أنه تقدم لنا بحدود 3 ميجاوات اللي راح يكتمل المشروع وتزيد بمقابل ناتج عربي عنها بالمليون متر مكعب على اليوم. طبعا اذا في هذا الجانب استاذ علي يعلم ان هذه 1,200,000 متر
في 5 ملايين تنقول كحد أقل. اليوم البصرة وصل على السكان تقريبا 4.5 نسمة. طيب. فبالتالي عندما أروح إلى هذه إلى هذا الطبع ويحكي طرح من عنده انه كما يعبر عنه كهرباء من نوبي وما هي من نوبي. ما عندي مشكله يعني هذه المعلومه. نعم. على الكهرباء ولا اثر على. طيب اذا هذه المعلومه يعني استاذ الكهرباء متوفره، يبقى عندنا نسال استاذ حسن لضيق الوقت، خلينا اذهب للاستاذ علي. امتلاك العراق لساحل بحري مطل على الخليج بطول 58 كيلومتر، شنو هذا الموضوع او هذا الموضوع الى ماذا يشير؟ هل ممكن ان يسهل عمليه نصب هذه المحطات استاذ علي بأقل من دقيقة لو سمحت؟ نعم بالتأكيد، أنا كما أشرت بالبداية وأكد على اللي ذكره أستاذ حسن، يجب أن تستغل مياه البحر إنشاء هذه المشاريع، ليس مشروع واحد، يجب إنشاء هذه المشاريع من أجل تغطية حاجتنا خصوصا في ظروف الشحة المائية. يعني اليوم القرار بتحويل هذه المشاريع للحكومات المحلية هو دعم للحكومات المحلية، وبالنتيجة احنا اليوم الجهات المسؤولة عن هذه المشاريع يجب أن تعمل لتحقيق اليوم تأمين مياه الخام لإنتاج طبعا مياه الشرب، اليوم تأمين المياه كناتج عرضي للاستخدامات الأخرى، توليد الطاقة الكهربائية، تشغيل الأيدي العاملة، هذه البنية التحتية وهذه المخرجات المهمة اليوم نحتاجها احنا كموارد مائية. نؤكد انه هذه المشاريع اهميتها هي لا. لتخفيف الضغط على المياه التقليدية السطحية في هذه الظروف، ظروف الشحة المائية وكثير من القطاعات الاخرى. اليوم كثير من المشاريع مو فقط تحليه مياه البحر، اكو مشاريع معالجه مياه الصرف الصحي تولد من الطاقه الكهربائيه لسد الحاجه لهذه المشاريع. واحيانا الفائض ممكن ان يخدمنا بالشبكه الوطنيه ليس في مجال الكهرباء، في نعم. توفير المياه في كل محاورها. فلذلك هذه المشاريع تعتبر من المشاريع الاستراتيجية نعم. المهمة بالتأكيد. التي دعمت من الحكومة، وأعتقد هي الحل الأمثل لكثير من المشاكل خصوصا في محافظة دناب. وهذه المشاريع ترى لا تخدم فقط محافظات الجنوبية نعم. وإنما نتاجها يخدم كل المحافظات بشكل عام. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ علي راضي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، ضيفا كريما في الأستوديو. وكذلك الشكر الكثير لحضرتك الأستاذ حسن النجار معاون محافظ البصرة، انضم معنا عبر الهاتف. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة، في أمان الله.